أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية للمعرض الطبي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. وخلال الجولة استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح تفصيلي من وزير الصحة خالد عبد الغفار عن مكونات المعرض الطبي للمؤتمر العالمي الذي يقام على هامش المؤتمر لاستقبال العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.